معناها الديمقراطية ما هيش معناها معناها تطيح قدر. فماش صندوق زكاة ما تصب فيه حتى فرنك، فماش والبلايك الكل كانت تهز القباضة مش أخرى. إنسان وهو شاب يبدأ يحلم باش يغير العالم، رباني الوقت والزمن والتجارب. نصيحتي للشباب بعد تجربة طويلة أنه معناهم يعملوش خيارات كبيرة في وقت مبكر من حياتهم. فماش واحد لأنه يعتقد عقيدة معينة وإلا معناها عنده ايديولوجيا معينة هو أفضل باعتبار أنه يمتلك تلك الايديولوجيا. متى ستخرج من جلباب راشد الغنوشي؟ لست في جلباب أحد، هو الآن رئيس البرلمان وتقدم به العمر وتقدمت به التجربة، بحيث هو يلزم معناها يعطي المثال في أنه لا يفعل إلا ما يعتقد أنه مصلحة وطنية خالصة. لطفي زيتون، نلتقيكم في برنامج قاع عربي مع المقدمة والصحفية اللامعة أنصاف اليحيى.